فيه. شو بده؟ طيب دخلوا لي على المكتب. يسعد مساك سيدنا. شو في؟ ما في شيء سيدنا، ما في شيء، بس الله يخلينا يا اخي، احنا متعودين على افضالك، وانا الحقيقه اتصلت معك على موبايلك اكثر من مره بس حضرتك ما رديت. سالتك شو في؟ سيدنا مشان الشاب اللي جبته لعندك لهون، اخذوا الامن من عندك من البيت غيره. سيدي انا مشان هيك اجيت لعندك، مشان وانا مالي لعبه بايدك، امتى ما حضرتك بدك بناخذ واحد، وامتى ما بدك يعني بنتركه. المره الماضيه جيت لعندي مشان ساعد اهلك، واعطيتني اسم الشاب المسبب، وبعد شوي بتنطلي مشان طالعه من القصه. سيدي المره الماضيه اعطيتك اسم غلط، انا غلط بتتحمل نتيجته؟ بعدين بترافق لي واحد ارهابي وتيجي بتقول لي غلطان؟ ارهابي؟ ارهابي شو سيدنا؟ بكره بتعرف، مشان تعرف كيف ترافق ناس مثل العالم والناس، هذا الموضوع بتنساه نهائيا. يلا على بيتك. ارهابي؟